أنا كنت أبيها من زمان وحاط عيني عليها، بس ما شفت منها أي تجاوب، وشوي شوي بديت أغض النظر. تبين الصراحة يمه؟ أنا قاعد أشوفها حالة حال بيبي ودور. المشكلة مو إنه منو يحب الثاني، أنت حطيتنا بوضع معقد وحل بيدك أنت، وبيدك أنت تختار. يا أنا يا أهي تعالي صدق، وين البيبي؟ أكيد مخليته مع أمك. البيبي أطاش عمره هو أخوه. إن شاء الله ربي يرزقك ببنت الحلال اللي تزيد الشناين شنة. الله يسمع منك خالتي. معور قلبي أكثر. أبي خنت، خنت الصداقة. أي أحبه، أحب أخوك. بس تدرين إيش عقبه؟ عقب ما غض النظر وشالني من باله. قصدك يت اللي شغلت باله. بدور أخوك ما يبيني. الباب مقفول؟ ايه توقعي كنا قافله من بلا. شلون كنا؟ قوم تاكد بدر ايش فيك. متاكد؟ يتاكد مره ثانيه ما فيها شيء. مقفول. مقفول أشوى أشوى. يلا زين تصبح على خير. تمنى لك. وين وصلنا شباب؟ طريقة نمطية يعني، فكروا شوي برا الصندوق. طمنيني عنك، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. أحبك وايد ولا تحرميني منك. صدقين بيبي؟ كل شركات الطيران مسوية خصم. صدق؟ ايه. ليش؟ بعد شافوا شركة سوت كان الكل يقلدها. زين شيء حلو وناسه. إذا الأسعار حلوة صدق خلنا نحجز. بعد؟ ايه نغير جو شوية. نروح لندن شي أسبوع.
انت والله راهي انا من وين لي اجازه اسبوع عشان اروح لندن؟ ما اقدر يبا انا ما عندي رصيد حق اجازات. ليش انت وين طيرت اجازاتك؟ يبا احنا طول السنه ترى عندنا بس 30 يوم اجازات بس. بعد ما اقدر اخذها كامله يعني ما اخذ 5 ايام كل 3 اشهر 10 ايام ما اقدر. طبيه. ما يبى تاثر على تقييمي الطبيه. خليك انا اشوف. شلونك؟ أقدر أكلمك؟ خير؟ إيش بغيتي؟ توقفيني عند الباب؟ محمد ولا عليك ما يخالف تاخذ لولو وتروحون داخل؟ شاب لولو مشي داخل يلا تعالي. تفضلي. تعالي. صدقين كل الحكي ضاع، كل اللي انا منتبته راح، ما في شيء. ما بيطول عليك يا يا، بقول لك شغلتين بس، كلمتين بالنسبه لي، كلمتين بس بالنسبه لك الوقت طويل، بقولهم وبمشي. عقبها حتى بحلمك ما راح تشوفيني. عودتك وصلت. تدري اني كنت حامل وما
المصيبة شنو؟ لما حملت حملت باثنين روحين مو واحد، ماتوا ماتوا قبل لا أشوفهم، قبل لا أشم ريحتهم، قبل لا أسميهم. ما أدري بنت ولد، ما أدري بنتين، ما أدري صبيين، ما أدري. كل شيء راح، ولأن كل شيء راح حتى طلال ما بي متنازلة عنه. بطلع من عندك وروح بيت أهلي وخلي يطلقني. عيشة كلها تعب وهم وأذية وحرمان، أنا ما بيها. عقب شنو؟ أنتي أصلاً منو قالت إن طلال قام يهمني أصلاً؟ شيماء، أنتي وطلال طلعتوا عن حياتي من زمان، ما صدقت على الله نسيتكم، ما قمتوا تهموني. فوق ما أنا تعبانة وفاقدة كل شيء، الكلمة هذه عورتني زيادة. يمكن آية لأنك بيبي. خلي أبي أقول لك أنت، ما أبي أقول حق أحد. ما عرفت وين أروح، صدقي ودي أصارخ، ودي أبكي، ما فيني دموع، ما فيني شيء، دموعي نهشفة ما فيني. إيه من حقك طالعيني كذي واستشفي فيني بعد زيادة زيادة. الله عطاك اللي تبينه، جسد من غير روح، من غير مشاعر، من غير حتى قلب. هذه أنا، هذه حالتي، هذه شيماء اللي أنت تعرفينها أو اللي كنت تعرفينها. شوفي حالتي، شوفي وجهي، شوفيني. ودي الزمن يرد، ودي كل شيء يرد نفس قبل، وأكون قاعدة يمك ونسولف ونضحك. صدقين كنت مغفلة، هذا وين كان؟ كنت أشوفك سعيدة ومستانسة، كنت أبي هالسعادة، كان آخر أمل لي. شوفي قاعدة أسولف كني مجنونة، مو عارفة أرتب نفسي، مو عارفة أسوي ولا شيء بالحياة غير إني أبكي. صرت نكدية، ما حد قام يبي يقعد معاي. شلون كذي جيتي أنت؟ بس تدرين شنو ودي؟ ودي الوقت يطول وأقعد معاك، ودي يوقف الزمن هني عشان بس أتم يمك. خسرتك، خسرت نفسي، خسرت رفيجتي واختي، والحين خسرت عيالي. تبيني أخلص عشان أمشي؟ الوقت طويل بالنسبة لك، وأنا الوقت قصير وراضي أمشي، وايد وايد بطيء علي. راح أمشي. كل محور هالكلام حبتك وصلت صدق. شيء يلا يما، والله بذمتكم اكو حد يصالون هالحزه؟ تبونا نروح العرس متاخرين الله يهديكم. يما ايش فيك؟ دعوه نتاخر، لا تحاتين، خلاص تو الناس.
منى. هلا 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 يوما، شلونك؟ ايش اخبارك؟ الله يسلمك، شلونك حبيبتي؟ حبيبي هلا خالتي، شلونك؟ ايش اخبارك؟ بخير. هلا حبيبتي، شلونك؟ شو الصدفه؟ اي والله خوش صدفه. منى ايش تحوى يا حافظ، ما شفناك، اختفيتي من اخر مره زرتينا. اي خالتي عدالة، ما استحي على وجهي، وايد مقصره معاكم، بس تعرفين الريل وبنيتي مجابلتهم شوي، مو كل شوي اطلع وارد. الله يكون بعونك حبيبتي. يلا يما، يلا خلنا نمشي. ايش فيش توك تقولين تو الناس على العرس؟ هم احنا مستعيلين خالتي، انا بروح اغير هدومي على ما يروحون العرس واشوفهم. يلا نروح. يلا اشوفكم على على خير ان شاء الله. يلا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. وي خلاص، انت خذي امي بسيارتك. اوكي. رحتي لها؟ ليش؟ انت سالفتك؟ شيء ما لا يكون، هذا اعراض الكآبه. اعراض الكآبه عشان رحت حق رفيجتي اشوفها؟ رفيجتك؟ شيء ما انت بتنينيني ولا بس تدورين مشاكل؟ ايش مشاكله؟ كلام بقلبها وقالت لي، وكلام بقلبي بقوله لها، بس خلصنا. وين المشاكل بالموضوع؟ شنو الكلام اللي بقلبك؟ انت خذيتي رأي لها؟ خدتك؟ ليش؟ يا اهل ولا لعبه عشان اخذك؟ ولا حط طقك على يدك وقال لك حبني وتزوجني؟ وبعدين على فكره الرجال ما يروح حق مره ثانيه وتزوجها الا اذا كان يحبها، ولا شنو؟ وهي تحبه عدل؟ بالضبط. عيل ما له داعي، كل ما بطلنا الموضوع نقعد نعاير بعض. زين ايش تبين فيها؟ ليش رحتي لها؟ رحت ابارك لها. على شنو؟ على حوبتها اللي طلعت فيني وبظناي. اني بعد ما راح استانس مره ثانيه ولا راح اشوف الفرح، وان حياتها صارت معي هي حياتي، مستقبلها هو مستقبلي معك. والله يا نيتي هذه اعراض الكآبه، والله اعراض الكآبه. بيبيو يلا دورك، امي قاعده تناديك. اوكي. ايش فيك؟ فيك شيء؟ انت لا يكون متضايقه عشان شفتي منى. دور احس ان انا حطيت نفسي بموقف وايد وايد صعب. يعني منى ما تبي تكلمني ولا تبي ترد علاقتها معاي. ماني عارفه شنو اسوي. انت قاعد تقولين موقف انت حطيتي نفسك فيه، يعني ما حد راح يقدر يسوي اي شيء غيرك انتي، صح ولا لا؟ يلا عاد لا تضايقين، نروح نستانس. يلا ضحكي. ضحكت. ايش ما تحطين؟ ايش ما تسوين؟ حطي انتي قبلي. نعم اخوك مع ليفربول ولا مع منو بس؟ مدريدي هذا معاه. مدريدي نفسي انت يعني ليفربول مو عاجبينك، بس محمد على اساس محمد صلاح هو اللي شايل المباراه. هذا مع الاسف. هذا خالص. تدرون شلون انا عندي موعد بستاذن؟ يلا. ها. فما الله. ما يمديهم، ما يمديهم على طول. كله سمعت خبر. وينك؟ بالصالون. عيل متى بتروحون العرس؟ تأخرنا شوي، بنخلص بسرعة وبنروح. خاف يطلع المعرس احلى مني. اكيد احلى، اصلا انت اشكر واحد بالديره. مشكور من ذوقك. ليكون زعلت؟ ايه زعلت. بقدر اتقشمر. ادري. خلصي من العرس وكلميني. ما أحبك، ما أحبك.
ما أحبك، مو قادر أعيش معاك، مو نفس قبل حبك بقلبي، ما بيك افهمني، ما بيك. شيماء، أنت مستوعبة إيش قاعد تقولين؟ مستوعبة شنو قاعد أقول، وعارفة أنا بروح بيت أهلي، بقعد بروحي، أحتاج أبعد عنك شوي. كل هذا لأن ضميرك فجأة صح. فجأة صح ضميري. المهم إني ما قاعد معاك بهالبيت. السلام. الأخبار؟ هلا أبو علي. يا هلا. يا باشمهندس. شو الأخبار؟ حبيبي الله يطول عمرك. تفضل. من فضلك. حبيبي. الله بخير. هلا. شو الأخبار؟ حبيبي. شو الأخبار؟ هلا باشمهندس. هلا فيك يا حبيبي. الله يطول عمرك. والله تمام. شلون شاله؟ والله تمام. أروح بين فترة وفترة. عاد صدق كني بقنع الوالد إنه يبيع الشالين ويفتكمن. أفا ليش حرام أنت؟ والله يا أخي ما حد قاعد يروح. والشالة يبي له مصرف، يبي له التزامات وصبي، فخلنا نبيع نستفيد من فلوسه وايد احسن. وخاصه ان انا بعد ان شاء الله بكمل ماجستير، فتدري دراسه يبي لها مصاريف والتزامات، فخلنا نبيع احسن لك منه. صدق والله بتكمل ماجستير؟ اي والله. خوش فكره هذه، خطوه زينه ترى. ان شاء الله. عسى الله يوفقك بكل خطوه يا رب. اجمعين يلا. يعني بتطلعون من الشقه؟ والله ما يندرى للحين، ما ادري. إذا بتطلعون من الشقة أنا ترى عندي واحدة من الأهل أعرفها وتبي شقة أجار، وشقتكم مكانها زين وأجارها تماماً بعد. المعلومات طبعاً أنا دريت عنها لما كنت أثث شقة ملولو، ملولو قالت لي. إي عدل عدل. والله يا باشمهندس ما أدري الأمور للحين مو واضحة، بس أتوقع أنه راح تطلع يعني وترجع بيت الوالد، ما راح تقعد بالشقة. بيني وبينك إن شاء الله في أحد راح يتقدم لها، فأكيد إن شاء الله باكر بتتزوج. بتروح بحال سبيلها. يلا يكتب لها الخير ويكتب لكم الخير دائما. يوفقكم كل خطوة إن شاء الله تخطونها يا رب. والله العظيم مو قادرة أنسى شكل هالموسيقى بصاب ويا بصاب ورايحة غلط غلط. ما أدري منو قايلها رقصت ينن حلو قومي رقصاي. ماكو تمبو كله. بس الصراحة العرس كان ينن واستانسنا. إي والله. إي والله. تدرون أنا كنت متنحة بشنو؟ شنو؟ طول العرس وأنا قاعد طالع نفنو في العروس يهب. صح صح. بس تبون الصج؟ شنو بعد؟ ترى المعرس ما كان لايق على العروسة حرام. بدور؟ والله ما أنا الصاجة جيكر ومسين وقاعد لك كذي زي سو تكميم سو رجيم سو أي شيء. شفت هي كيكة عسل والله حرام. يمكن عاجبها. محمدة ما عليك منها. يمه ترى الريال ما يعيبه شيء. وينكم أنتم؟ بطيتوا؟ هلا يبا. يبا وين لولو؟ لولو نايمة فوق. وي عيل خير روح اقعدها باكر وراها مدرسة. لا 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 خليكم نايمين هني وباكر غيبيها. انتو شايفين الساعة كم؟ ايه مرة مرة بالسنة. يعني ما نروح نوسع صدورنا الله يهديك. توسعون صدوركم للساعة واحدة؟ انا بعرف العروس تمونون عليها من باجي اهلكم حالكم من حال المعازيم. للساعة واحدة تقعدون للساعة واحدة شحقة ليش؟ واي واي بلشت الحنة. ابو محمد حبيبي تعرف الساعة كم؟ الساعة واحدة. إيه حزت نومك. يلا تفضل نام. تفضل تفضل. يلا يلا. يا معودين أنا بروح أغسل وجهي بس قبلها بشكلي كم صورة. أجربتين تعالي. يلا. زين نطرون نطرون لحظة لحظة ما أقدر ما أقدر أمشي بك يا عبد نطرون. إيش فيك؟ شو السالفة؟ السالفة عندك. ليش ما قلتي إنك بتتزوجين؟ بتزوج؟ من قال لك؟ اخوك محمد هو اللي قال هالكلام. شنو؟ محمد؟ لا لا السالفه مو كذي. عيل شنو السالفه برا؟ شوفي بيبي اذا بتقزرينها علي لما تتزوجين ترانا ما يلعب علي انا بدر. لحظه لحظه لحظه. اذا بنتكلم عن اللعب فاشو انك تدري من اللي لعب علي وعلى مرتك. واذا رد على الريال اللي تقدم لي انا ما وافقت عليه. أما بخصوص أني قاعدة أقزرها
أبيك تسأل هالسؤال حق نفسك وتفكر فيه عدل، تالي ترد علي. حزتها بتعرف من اللي قزرها الثاني. شنو أفهم من هالكلام هذا؟ أقصد دام إنك خفت إن أنا بروح من إيدك، خلص خذني بالحلال، تزوجني. بدر نمت؟ نمت؟ لا قاعد حبيبتي قاعد. اي ما تذكرت انا اني لازم اصلح الدفاتر الا بالعرس. زين المقروده عندك وقت العصر تقدرين تشوفين شغلك. موعدي الصالون 9 كان عندي وقت، بس اليوم العرس يهبل. ذكرت عرسنا؟ تذكرتش كثر انت كنت متوتر ومعرق وما عرفت تمشي قدام الحريم وخاطي تقطع عليك الورد والمشموم. فجأة تعرجبت قعدت اضحك عليك ما مسكت نفسي. صار نفس الموقف اليوم حق المعرس، بس العروس صاملتها مسكت نفسها ما ضحكت مثلي. هو بدر حاجيك؟ ما عجبني ما عجبني. سؤال في ما تضحك؟ أفا شو الحجي يا رجل؟ شو سؤال في ما تضحك؟ أفا عليك سمعي قاعد سمع ايش ترانا؟ قاعد مو نايم. تبي أسكر ليتات أروح أكمل شغلي بالصالة؟ أمري ليش تروحين تسكري ليتات؟ خليك معي أنا بيج معي. ولا تدري؟ خلاص أحط المنبه على صلاة الفجر وأنام الحين ومرة واحدة أقعد وأصلي وأروح دوامي مواصلة. على راحتك حبيبتي. مش أكمل شغلي. على راحتك. هاي يمه السايق ما وصل. لا يمه ناظرته. ايش عنده من هالصبابح وين يروح؟ قال لي بيصب بنزين وياخذني يوديني. اي زين زين. موعدك مع الدكتور؟ يمديك تروحين يمه؟ يمديني ان شاء الله يمديني يمه، بس انت ايش فيك قاعد تحاتين كذي؟ اي يمه لازم احاتيكم. انت بصوب واختك منى بصوب. بنياتي لازم احاتيكم. ولا ريلك الله يهديه ما لقى الا الحين يسافر. يمه ريلي مسافر شغل ومدام مع الدوام ودوره وراها فلوس خلي يروح. انتي مو عجبتني مو خاليه حاسه ان فيك شيء. قولي يمه حبيبتي شنو صاير؟ اختك متزعله مع رفيجتها. اي رفيجه؟ اي قصدك بيبي؟ اي بيبي. البارحه شافوا بعض ولا سلموا على بعض ولا لقوا وي حق بعض. انتي الحين متضايقه عشان اختي ما سلمت على رفيجتها؟ سلوى ماشي يمه شنو تبي تعرفين؟ اختك وريلها في شيء بينهم؟ ترى انا حاسه من زمان. يمه
شكوا بيبي بمشاكل منى وريلها. أنا حاسة هي سبب المشاكل بين منى وريلها. لا متأكدة؟ متأكدة ونص. غريبة، غريبة إن شيء يوم ما راحت هالطلال. غريبة إن واحدة جايت لك للبيت وتبتبتش وتسوي أفلام وتقول لك حبتك وصلت، شنو يعني؟ كلام قلبها وتبي تقوله. متأكدة مو تمثيل؟ لا مو تمثيل. حبيبتي شيوم متحسفة وندمانة، وصدقيني ما راحت هالطلال ولا طلال راح يهدها. وش اللي كذي يخليك متأكدة؟ لأن طلال مو غبي. إيش تبين الناس تقول عنه؟ بيطلع بصورة مو حلوة قدامهم. وليش مو لعب ببرته؟ يمكن مو مرتاح معاها. بالحالتين الناس بتتكلم وبيطلع هو بالشينة. شنو عندهم أكل حلو؟ أول مرة إياها المطعم. واي برودتش؟ إيش برودة؟ تكلمين عن طلال ولا كأنه في شيء، وعن مرته الجديدة ورفيجة عمرك وخيانتهم لك، لو بانين حياتهم على حساب حياتك؟ شو هالبرود اللي عليك؟ لأنه صدق ماكو شيء. أوكي بس أنت كنتي تحبينها؟ كنت. وتعزينها؟ كنت. واي على قلبك، شلون كذي قدرتي تتجاوزين الموضوع؟ شلون قلبك كذي صار قوي؟ Excuse me. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. شنو هذا؟ طردتك المسعده؟ ما شوفيني عدل، من يطردني انا؟ من يقدر علي؟ والله قدرت عليك بنت ابليس، مخذتك من مرتك، مو بعيده بعد تطردك من البيت. يما اي بيت؟ بعدين ما حد طردني، انا جاي بروحي. فهد وينه؟ خلنا من فهد، شنو فيها الجنطه؟ هدومك؟ جاي زعلان؟ والله اخر زمان. ريايين ينطردون من بيتهم ويجون بيت اهلهم. يما شيماء رايحه بيت اهلها. صدق والله؟ والله لو عارفه يبب كان يببت، دفعت مردي. يما تكفين، ترى اللي فيني كافيني. والله اللي فيك يا يما ما حد يابلك، انت اللي جبت حق عمرك. قراده. الا ايش فيها شنت الحلايا؟ من مزعلها؟ والله يما ما حد مزعلها، بس تدرين عقب ما طيحت ونفسيتها تعبانه، قالت بابا روح بيت اهلي انام عندهم. بعد انا ايش قعدني هنا؟ قلت هي جاب لك انت وفهد. ايه. شكلها ما صدقت على الله تروح بيت أهلها، وأنت بعد نفس الشيء تبيها من الله، قلت أيكم. يما تكفين، إيش فيك علينا؟ ما فيني شيء، هذا الصج بعد واضح من تصرفاتكم اثنينكم. شكلكم دريتوا إنها نزوة وما تحبون بعض، بس إيش عقبة مع الأسف؟ النزوة هذه كلفتك بيتك وبنتك. ما علينا، قوم قوم، قوم خذ جنطتك وروح طلعها الدار. يا حبيبتي اسمعك. هلا يما منى، بمرك اليوم انا. يما اليوم مو زواره، باكر زواره، باكر نيكم ان شاء الله. يما ما يخالف، انا بخاطر اليوم اسير عليك. يا حياج تعالي البيت بيتك، سلوى بتي معاك؟ لا يما، انا جايتك بروحي، وزهبي قهوتك وشايك. ما يحتاج تقولين تعالي البيت بيتك، حبيبتي انت، انطرك. ماشي يما. يلا باي. Thank you.